حبايبنا المشاهدين اهلا بيكم. في الفيديو ده هنقوم بمراجعه موبايل مميز جدا خرافي في الالعاب، هو الريد ماجيك 9 برو. في الفيديو ده هقول لك كل مميزات الموبايل ده وكل عيوب الموبايل ده، خليك معانا لاخر الفيديو، ما تنسناش من اللايك الجميل، ويلا بينا نبدا الفيديو. هكلمك هنا عن كل مميزات الموبايل، في الاخر هقول لك عيوب. اول ميزه عندي في الموبايل ده هي الشاشه عندي شاشه مميزه جدا من نوع اموليد، شاشه كبيره، القياس بتاعها 6.8 بوصه، والدقه بتاعتها 2480 في 1116، كثافة بكسلات 400 بكسل لكل بوصة، ودرجة سطوع بتوصل ل 1600 شمعة، يعني هتشوفها في أي مكان حتى تحت أقوى أشعة شمس. معدل التحديث بتاع الشاشة دي 120 هرتز، والشاشة كشاشة هتلاقي الكاميرا السيلفي مدفونة تحتها، يعني هتاخد شاشة كاملة، ومعدل استجابة الشاشة دي لللمس 520 هرتز، فالشاشة هنا شاشة خرافية ومفيش أي كلام عليها باستثناء نقطة واحدة هنقولها في العيوب في آخر الفيديو. تصميم الموبايل عندي هنا تصميم برضو شيك جدا، جاي كله من الإزاز مع أقطار من المعدن، وهتلاقي جوه الموبايل في مروحة للتبريد، سرعة المروحة دي بتوصل ل 22000 RPM، وهتلاقي في زراير كده مخصصة للألعاب على الموبايل. عندي برضو من ضمن الحاجات اللي بتميز الموبايل ده هو المعالج. معالج عندي هنا اقوى معالج في العالم موجود حاليا بالنسبه للاندرويد، اللي هو من شركه كوالكوم، اللي هو السناب دراجون الاتشين 3. المعالج ده معالج ثماني النواه، دقه التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود هنا هو الادرينو 750، فالمعالج هنا هيديك اداء خرافي سواء في الالعاب او في الاستخدام اليومي. عندك برضو السوفت وير احدث حاجه، نظام التشغيل اللي هو اندرويد 14 مع واجهه الريد ماجيك الاو اس 9، ودي احدث حاجه. عندك برضو الكاميرات الخلفية مميزة جدا، الأساسية عندك 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f1.89، وجاية مع مستشعر سامسونج وفيها مثبت بصر، والتانية 50 ميجا بكسل ودي بتاعة التصوير بالزاوية واسعة أو الألترا وايد، والكاميرا الأخيرة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 ودي بتاعة المقهى. الكاميرات الخلفية هتديك أداء مميز جدا، غير إن هي تدعم الـ HDR والبانوراما، هتلاقيها بتصور معاك فيديوهات لحد 8K. برضو عندك من أهم ما يميز الموبايل ده البطارية بتاعته، البطارية عندك 6500 ملي أمبير، بطارية عملاقة، بطارية خرافية، وفيها شحن سريع 80 واط، بتشحن معاك من 0 لـ 100% 35 دقيقة بس. عند الموبايل في سماعات ستيريو، عند الموبايل في NFC، في IR عشان تعرف تشغل موبايل كارموت، عندي في بصمة تحت الشاشة، عندي في فيس انلوك، عندي في حاجة غايبة عن الموبايلات الرائدة زي الموبايل ده، وان هو في منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، ودي ما بقتش موجودة في معظم الموبايلات الرائدة. عندي مساحات التخزين مساحات كبيرة، يعني عندك الموبايل نازل بأكتر من اصدار، هتلاقي اول اصدار ال 256 مساحه تخزين داخليه مع 8 جيجا رام، وتاني اصدار ال 256 مع 12 جيجا رام، وتالت اصدار اللي هو ال 512 مساحه تخزين داخليه مع 12 جيجا رام، ورابع اصدار اللي هو ال 512 مع 16 جيجا رام. ومساحه التخزين الداخليه هتلاقيها من احدث نوع اللي هو اليو اف اس 4، والرامات من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس، ودي احدث حاجه برضه. الموبايل عندي هتلاقيه نازل بثلاث الوان اللي هو الاسود والاسود الشفاف والفضي الشفاف. ايه هي عيوب الموبايل ده؟ عيوب الموبايل ده ان الشاشه بالرغم ان هي شاشه مميزه جدا معلهاش طبقه حمايه، الكاميرا اللي هي السيلفي او الكاميرا الاماميه التصوير بتاعها مش المطلوب، ولان دي تجربه جديده اللي هي موضوع الكاميرات المدمجه تحت الشاشه، فبرضه هتديك اداء متواضع شويه. عندي الموبايل بالرغم ان هو موبايل ممتاز ولكن ما فيهوش مقاومه مياه وغبار، عندي ما فيهوش مكان لتركيب كارت ميموري، الناس اللي بتحب الراديو ما فيهوش راديو اف ام. طب لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبه؟ هتلاقي الموبايل وهتلاقي الشاحن اللي هو 80 واط، وكابل اليو اس بي من نوع تايب سي، وجراب للحمايه، ودبوس لاخراج الشرايح. طيب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده لاقل نسخه $620 او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك. كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل، كل مميزاته قلناها لكم، كل عيوبه، وفي الاخر قرار الشراء هو قرارك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.